عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. قال الخطابي يؤخذ من الحديث البداء بالأهم، فالأهم الأهم الدعوة إلى التوحيد، أما هذه الدعوات فهي لا تعتني بالتوحيد، وخالفت وفارقت الكتاب والسنة في طريقتها وفي منهجها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله هدف دعوة الإخوان الوصول إلى أزمة الحكم والكراسي، لا يريدون دعوة التوحيد، لا يريدون أمن للأمة، لا يريدون رحمة، بل دعوتهم تدعو إلى العنف وإلى الفتن وإلى سفك الدماء. أما منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رحمة، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أهل السنة يتبعون الحق وهو الكتاب والسنة ويرحمون الخلق، ومن رحمة الخلق تحذيرهم من البدع، تحذيرهم من الفتن، تحذيرهم من المناهج المخالفة ومن الضلالات، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع قبل وقوعها.